بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيو ياخذوا تويبات هكا جوهره وما كيعرفوش الكاليتي ديال الثوب، انا ننصحكم الا بغيتو تاخذوا الثوب خذوا الثوب يكون هكا قلبوه بيديكم، يكون الثوب طايح يعني يكون التيسي ديالو طايح يعني حرير. وكاينه واحد جوهره اخرى كتكون جوهره الليجه حتى هي ننصحكم بها، وكاينه واحد جوهره اخرى كتكون شويه غليظه واقفه، هذيك ما ننصحكمش بها حيت ما كتجيش هكا في جليلبات القميصات ولا التكات ما كتطلعش زوينه في الخدمه. ولا بغيتو تخدموا هكا تكشيطه من جوهره حيت جوهره ما فيهاش العرض خدوا 6 متر يعني يلا كتجي في اللبسه يعني تبارك الله كتاخد في الطول وفي الكلوش وهذا الشيء اللي كاين يعني باش تخدموها تكشيطه.